تعالوا بقى نشوف شيماء خليل زميلتنا اللي بتجيب لنا دايما حاجات حلوة، وسلمى هي اللي صورت قصة، يعني ألم وحزن وإصرار ونجاح تستحق انكم تشوفوها وتسمعوها، عشان هي البنت دي عملت حاجة حلوة جدا. كلمة سرطان لما بتتقال للواحد جالي سرطان خلاص هموت، اكتشفت ان انا عندي كلكوعة صغيرة، رحت حجزت ورحت لوحدي، انا رايحة عشان اسمع كلمة لا اطمني مفيش حاجة، بس كله بيقول بعد الـ40، كله بيقول بعد الجواز، كله بيقول في سن اليأس، بس عنين الدكتور كانت بتقول غير كده. اسمي ايمان حسين، عندي 31 سنة، قابلت صعوبات كتير كانت اوضحهم لما كان عندي 28 سنه واكتشفت ان انا جالي سرطان الثدي، واكتشفته بمحض الصدفه. يعني الموضوع كله بالعمليه ببدايه رحله العلاج اخذ تقريبا 10 ايام. كان كل اللي في دماغي ساعتها مش دي الرقده الاخيره، فكان كل همي انا عايزه اشوف ناس مروا باللي انا فيه ده وقاموا تاني، اشوف حد في نفس الكيس بتاعتي وعدى وقام واشتغل ورجع تاني يتحرك، لان انا كنت وصلت في مرحله في العلاج اللي هي بقى الطويله اللي هي وقت الكيمو الـ6 شهور، انا ما بتحركش، دراعي ما بيتحركش بعد العمليه، ما بقدرش اقوم من السرير، حاجات صعبه جدا. يعني والدتي عاشتها معايا واخواتي عاشوها معايا، يعني حاجات انا ما كنتش متخيله ساعتها ان انا هقوم تاني، بس كنت بحلم كانه حلم فوق السحاب، انا هقوم تاني وهعمل. وكنت بقى بقعد اكتب، يعني كان معايا مش معايا غير ورقه وقلم، يعني في السرير مش معايا غير ورقه وقلم، انا بعد ما اقوم هعمل كذا، كان عندي كده زي ورقه احلام، بعد ما هخلص ان شاء الله هقوم اعمل ايه، والحمد لله يعني حققت جزء منها بعد ما اقوم. كنت عارفة ان انا يعني اعرف اواجه مشكلات، بس مش للدرجة دي. اتخرجت من لغة ترجمة قسم ياباني، يعني انا طول عمري بجرب في حاجات كتير كده، قعدت ادور على شغل كتير قوي، او يعني اشتغل حاجات كتير قوي، كول سنتر وتدريس واشتغلت سيلز واشتغلت كاستمر سيرفيس، بس بعد ما خرجت بقيت عايزة اجرب حاجات اكتر. يعني بعد ما خرجت من مرحلة التعب دي، يعني انا طول عمري بحب جدا اركب عجل، حتى من طموحاتي واحلامي ان انا اشتري عجله، والحمد لله عملتها وقت الكورونا. شايفه في المعادي ناس كتير قوي بيمشوا بالعجل، فليه انا ما اجيبش عجله؟ لان مواعيدي مش ضابطه خالص مع تيمز العجل، طب ليه انا ما اعملش التيم بنفسي؟ جمعنا مجموعه كبيره جدا وسميناه معادي مورنينج رايد، تيم لطيف جدا، وبننزل مع بعض كل يوم الصبح نلف شويه في المعادي، بعدين كل واحد يروح على شغل. كيمو 12/1/2019، ف 12/1/2020 احتفلت بمرور سنه موقفه كيمو. السنه دي انا اليوم ده عملت طبعا، يعني رحت عملت فوتو سيشن تصوير فظيع، علشان انا عايزه اسجل اليوم ده ان انا مر عليا سنه ما باخدش كيمو، وبعد السنه دي انا الحمد لله كنت في شغل، يعني رحت شغل بقى مستقر، كنت تيتشر في مدرسه انا لسه فيها الحمد لله، عامله بروجكت صغير كده بعمل فيه حلويات ومسميه باسمي، يعني كنت سميه الاول سويت ايمان، وبعدين صحابي اطلقوا عليا بائعة الحلوى، فبحب الاسم ده جدا. انا اصلا بحب اعمل حلويات من وانا صغيره، بحب الحاجات اللي هي معموله على يعني مخصوص لينا، يعني مثلا حاجه كتير احب اكتب عليها اسمي، امسك دايما حاجه ليها علاقه بيا او معموله مخصوص عشاني، ففكره التورته ان هي تكون متعلقه مثلا بالحاجه اللي الشخص بيحبها او شغله او كده، فحبيت اعمل الفكره دي. يعني شايفه بالنسبه لي فكره ان انا اقوم دلوقتي واتحرك وانزل شغل وكده، ده في حد ذاته انجاز،
فكره ان انا بعد ما كان بيتقال عليا الحمد لله الانجاز اللي عملته النهارده ان هي بدلت ما تقوم للحمام متسنده قامت لوحدها، دلوقتي بدل ما بتعمل 12 كيلو بالعجله بتعمل 20 كيلو. فانا بالنسبه لي ده لوحده انجاز، فان حد يشوف ده او ان انا كنت قبل كده اشوفه على حد هو ده اللي كان بيحركني، هو ده اللي كان بيقول لا 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 ده هي فتره بس وقت طالت او قصرت، هي بصراحه طالت قوي يعني سنتين عشان اقدر اقوم تاني، بس طالت او قصرت هي هتحصل. انا دلوقتي عملت الحمله اللي هي بتاعت هتقومي تاني دي لكل البنات اللي اكتشفوا او داخلين على مرحله العلاج، مرحله كيمو، مرحله وقعه كبيره قوي، بيبقى الواحد مش متخيل هو داخل على ايه، مش عارف هو هيطلع منها ولا لا، مش عارف هو هيقع وهيقوم تاني ولا هيقع بس. فانا يعني عملت حمله كده ان اي حد داخل على الكلام ده يكلمني شخصيا وانا بقعد اتكلم معاهم. انا لما بقعد احكي لهم واقول لهم ان انا قابلت كذا وعملت كذا وحصل كذا وكان عندي احلام وطموحات واخرتها علشان الموضوع ده، ان فكره نهدى على نفسنا. حلمي ان كل الناس ما تبقاش تعبانه، حلمي ان محدش يتعب خالص، حلمي ان حتى لو لان احنا عايشين في الدنيا ففي تعب، اللي يجيله تعب يبقى عارف ان هو قده. انا ما كنتش بسمع غير لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي كانت اكتر حاجه بتعني ان ده ختم مختوم من ربنا، ان ربنا مش هيدينا الحاجه غير واحنا قدها. العلاج بتاعي احنا اول ما عرفنا كان لازم نعمل العمليه، فكان بالظبط النتيجه طلعت التلات، العمليه اتحددت الخميس، فلا في بقى تقدمي ورقك في حته ولا تروحي تشوفي علاج نفقه الدوله ولا تروحي تشوفي مؤسسات سرطان الثدي ولا اي حاجه. عشان كده انا دلوقتي بيستفزني جدا جدا الناس اللي بتقول الفلوس مش كل حاجه. لا بصوا، الرزق ليه اشكال كتير جدا، بس ما ينفعش يبقى معايا فلوس واقول ان الفلوس مش كل حاجه. لا، الفلوس رزق ورزق كبير جدا وبيرحمنا من حاجه كبير. يعني حد يقول ايه الفلوس ولا الصحه؟ لا الاثنين يا جماعه. انا الحمد لله الحمد لله بمساعده اهلي ومساعده اخواتي وكده قدرت اعمل العمليه، بس في حاله تانية اللي بيستنى يوم في الموضوع ده الورم بيكبر. انا مش عايز اي حد ينتظر، ومش عايزه الموضوع والاجراءات تبقى صعبه. انا عندي سرطان عايز اتعالج، مش محتاجه اقدم ورق واعمل مش عارف ايه واجيب لكم ايه، مش محتاجه اكون في المرحله الرابعه عشان تعالجوني.